عاد انت بالدراسه ما ينخاف عليه. صباحك الله بالخير عمي. يا هلا، صباحك الله بالنور. خلص تليفونك وتعال ابيك ان شاء الله. عمي كلمتك ثاني انا، تفضل. عمي انا كنت اكلم. انا ما سالتك من تتكلم عشان تجاوب. استريح بالاول، استريح ان شاء الله. طبعا امرني عمي. علمك عبد الله عن ارباحه بالمضاربات بالاسهم؟ اي ما شاء الله عمي، ارباحه فوق الممتازه. طيب وش رايك لو نزيد راس المال اللي يشتغل فيه؟ والله عمي انا اقول خليه يشتغل باللي عنده. ليش؟ عمي هذه بورصة، يطلع لك سياسي بتصريحه هني ولا هناك، تعال تطيح البورصة ودور فلوسك. ايه كلامك صحيح، بس تبي الصج الأرباح زينة لكن مخاطرها عالية. خلاص روح 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 كمل شغلك روح. إن شاء الله. السلام عليكم. وعليكم السلام. يما ما تبين تزوجين اخوي عبد الله؟ عاد توني انا وموضي بهالطاري، قولي لها موضي. عبد الله كل ما كلمناه قال دوروا لي، وكل ما نجيب له وحده يقول انا ما يهمني مال وجمال، انا اللي ابيها تكون مثل تفكيري. وهذا وين بنلاقيها انا ما ادري. ايش رايكم اني لقيتها؟ هو اللي لقيتيها؟ معي بالدوام نفس تفكيره. ما ظنيتي احد تفكيره مثل تفكير عبد الله الا ابوه. لا يما موضي نفس تفكيره، وبنت كل شيء عندها بحساب وتمشي مثل الساعه، وغير كذي ادب واخلاق وجمال بنت ياويد. دام كذي يا ام عبد الله كلميه شو دي وافق. اي والله يما يا ريت تكلمينا، خلي فرحة تدش بيتنا ان شاء الله. هلا يما شلونك؟ هلا بنيتي. حاتيت شو بشري، شو سويتي بالامتحان؟ الحمد لله يما كله تمام. الحمد لله، عسى كان سهل. فوق ما تتصورين يما. عسى الله يسهل امورك كلها يا رب، ويسهل لك كل صعب يا بنيتي، وينجحك ويوفقك يا رب. الو؟ توني واصله البيت من الامتحان، خليني اقول لك شو صار معي. زين زين، انا بعدين اكلمك. يلا فهم الله. وعليكم السلام. أنا اليوم ترست ورقة الامتحان حبر، ما خليت ولا سطر ما عبيته. عاد أنجح ما أنجح ما أدري. وين نورة؟ يما نورة عندها امتحان متأخر، إحنا ردينا وقلنا حق السايق يرجع لها بعد شوي. نوال روحي بعباتي. تعالي يا نوال، صبري يا أم عبد الله. لا يا موضي ما أصبر، لأن نورة ما تنهد بروحها. يما حبيبتي. نورة بالذات لازم تنهد بروحها شوي عشان تتعلم، بتم طول عمرها كذي تخاف حتى من الهواء؟ ود؟ نوال قلت لك بعباتي. يا ام عبد الله ود صاجة، ايش بيصير لها يعني؟ بتطلع من الامتحان بتلاقي السائق عند الباب. موضي ايش فيك؟ ما فيني شيء، قعدي واستهدي بالله. تدرون إذا صار بنورة شيء؟ ما راح اسامحكم طول عمري. لبنان لبنان طول عمرها فيها مشاكل بس ما توصل للي تقوله. هذا اللي انت تلقاه يا ابو عبد الله، بس اللي انا واثق منه ومتاكد منه ان الوضع بلبنان من وادي لحفره. اسمع مني وبيع اللي عندك هناك. وانا ايش عندي غير هالبيت وهم ماني بايعه؟ بيتك مو اي بيت يا ابو عبد الله، بيعه قبل يطيح العقار. حتى انا بيتي اللي هناك عرضت للبيع. شنو يعني؟ انت ناوي تروح لبنان هالسنه؟ بلى ناوي، بس بعد ما ينباع البيت أأجر، ويا كثر بيوت الاجار اللي هناك. ايه والله شوف يا ابو عبد الرزاق، تبي الصيج حسبتي تختلف عن حسبتي. انت سلمك الله تشوف قيمه البيت بالدينار، وانا اشوف قيمه البيت ب
حب عيالي له. الأخبار والسوالف اللي أنا أوصلها لك لو تستفيد منها كان صرت أغنى واحد بالعرب. أنا راضي، أنا راضي عن أبو عبد الله وما أبي أتغير أبد. أنا قايل لك اطلع من ثوبك، ترى السالفة ما فيها ذكي وغبي، فيها حريص ومردم، حرص على حلالك قبل لا يضيع. شوف بهالسالفة أنا أبي أكون مردم. تصدق عاد تعرف أبو حسن السماجي للدوانية؟ لو أقول له كل السوالف اللي أقول لك إياها كان صار أغنى منك. فما الله. السلام عليكم. عليكم السلام. هلا ينور عيني. يما لقيت السايق ناطرك برا؟ في شيء يما؟ ما في شيء؟ يما أنا مو ياهل. أدري حبيبتي إنك مو ياهل، بس أنا وايد كنت خايفة عليك. أصلاً مستانسة، أول مرة ما حد يمسك إيدي. أدري حبيبتي أدري. المهم خليني أقول لك صار معي بالامتحان، حليت كل شيء وحاسة إني راح بامتياز. يلا يا بنات، روحوا تغدوا. أقول عوض. سامع عمي. أنا معزوم عند بوضاري على الغداء، ساعتين إن شاء الله وراجع. بالعافية. الله يعافيك. ألو؟ هلا. بشري، سويت بالامتحان؟ الحين جاية تسألين؟ ولما اتصلتي العم أبو عبد الله كان بالمكتب وبيني وبينه باب، خاف يسمعني. إيه يعني يوم فضيتي دقيتي تسألين؟ الحين ما أنا قالت لك شنو صار معي بالامتحان؟ لطوف، مالي خلق خرابيط البنات، تحت شي عدل. إن شاء الله، حاضر. زين عيل، قولي سويتي بالامتحان؟ أمري يمه. لقينا لك خوش بنية. جمال ومال وأصل وفصل ومهجودية، عدل؟ وزود على كذي بعد. شلون؟ مثلها مثلك. يعني عندها لحية؟ لا يا يمه، مو ذي تقصد، يعني تفكيرها مثل تفكيرك، يعني كل شيء بحسابه. ها. زين هذه وين لقيتوها؟ رفيجة الضحوك بالدوام. الله يهداكم. الحين ضحوك هي اللي بتنقي لي زوجتي؟ يا يمه يا حبيبي، احنا خل نروح نشوف البنيه ونتعرف عليها، خلي الفرحه على الاقل تدش هالبيت. ان شاء الله ان شاء الله اللي تبينه يصير. حاضر. هذا تسلمه لابو صالح وخليه يقراه، واذا فيه تعديل افهم منه اللي يبيه. تم طال عمرك. وهذا تسلمه لابو سعود، فيه حساباتنا اللي بيننا وبينه، تخليه يمضي عليها. ان شاء الله طال عمرك. ما وجهك وجه المبسوط بهالروح على الكويت؟ لا مبسوط طال عمرك، دام اني بخلص الشغل. عاد يقولون الكويت هالسنه جايها ربيع طيب، ويمكن اخوياك بعد طالعين البر. ترى ما عندي مانع انك تقعد يومين زياده عندهم. ما تقصر طال عمرك. يعني ما خفتي؟ بلى. أصلاً أول ما طلعت وما لقيتك أنتي ونوال حسيت قلبي بيوقف. بسم الله عليك. وحزتها عقلي تشتت وتفكيري وقف. أدي ما حصدقيني. حبيبتي مصدقتك. ترى كلنا ساعات تجي لنا حالات كذي عقلنا فيها يوقف، حتى أنا تصير معي. كملي. فجأة يضحك نفسي، نورة ركزي، شغلي عقلك، كهو سايق واقف قدامك. رحتي له؟ أقولك الصدق بس ما تقولي حق أحد.
أكيد ما أقول حق أحد. يوم حسيت إني قادرة أمشي بروحي فكرت، قلت ليش أروح أركب السيارة؟ كان أتمشى بروحي بالجامعة. وشنو كان إحساسك وأنت تتمشين وما معك أحد؟ إحساس غريب. هاللحظة حسيت إني توني أعرف الحياة. في لحظات بسيطة هي اللي تحسسنا بالحياة. عيلة استأذن أنا بروح أنام. تصبحين على خير. وانتي منالة. ألو. هلا. أنا بكرة جاي الكويت. نور الديرة بوجودك. بس عيوني مظلمة لأني ما راح أشوفك. شكراً لأنك متحمل ظروفي. شكراً. حسيت كنا جالسين بمطعم وطلبت المملحة وجبتها لك. مملحة؟ مملحة محب؟ تدرين هذه ثاني مرة أسمع اسمي منك بالشكل اللي ودي أسمعه. إي صج، ليش سموك محب؟ وانتي ليه سموكي ود؟ ما ادري، عمري ما سألت اهلي هالسؤال. بس انا ادري. تدري ليش سموك محب؟ لا، ادري ليه سموكي ود. لان الود هو ارقى الاحاسيس. وانتي فيك الود معنى قبل الاسم. تدرين الكلام الغريب اللي تقول اياه يخوفني؟ ليه؟ لأني لما أسمعها أصير أحس بولا شيء. أجل وصلنا خير. ما أدري. بس أنا أدري. تدري بشنو؟ أدري إنك الحين بتستأذنين وتسكرين التليفون. صح. مع السلامة. بس. عبد الله الريوق ذاهب كل كلقمة؟ أي ريوق والأرض راحت. يا جماعة في شيء جديد؟ اللي سمعناه يا أبو عبد الله، القوات العراقية هاجمت مركز شرطة الصامتة الحدودي واحتلوه ودخلوا 3 كيلو داخل أراضينا. هذا الشيء نعرفه وندري عنه، ما في أخبار ثانية؟ للحين ما في خبر. قايل لكم، قايل لكم قلبي ناقزني. سووها وقفلونا ودشوا الحول. بدر قوم يبا قوم، بارك الله فيك. انتم شاري روحوا شوفوا شغلكم يبا. روحوا ان شاء الله طلبك. الو. زين اللي رديتي. ايش فيك اليوم ما تطلعين من البيت؟ بروح الجامعه. قلت لك ماكو جامعه، احنا بحرب. بس انا عندي محاضرات مهمه. قلت لك ماكو طلعه، يعني ماكو طلعه. قعدي انثبري بالبيت. ان شاء الله ان شاء الله. بس سحبي كلمه. اسف. ممكن لو تكرمتي تقعدين في البيت ما تطلعين لا انتي ولا امك، واي شيء تحتاجونه تبلغيني وانا اجيب لكم. ان شاء الله. مع السلامه. حتى إذاعة مونت كارلو ما عندها شيء، ما عندها غير الخبر المنقول عن إذاعة الكويت. السلام عليكم. عليكم السلام. هلا حمد. هلا عمو سالم. بعد يا جماعة الخير هم ما يصير، لازم يطمنون الشعب. هو
والله انا خايف انه يكون الوضع أسوأ من اللي سمعناه. ايش قصدك؟ يمكن تكون القوات العراقيه متوغله اكثر في الاراضي الكويتيه عشان تشيل الحكومه متكتمه. لا 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 لا، انا اشوف ان التكتم الاعلامي هذا معناته ان الحكومه قاعده تدرس الحاله علشان كذي ما تبي تتسرع في الاعلان عن قراراتها. صباحكم الله بالخير. صباح الخير. وين رايحين؟ جامعة. ماكو جامعة اليوم. أحسن. ليش ما؟ قلت ماكو جامعة اليوم يعني ماكو جامعة خلاص. يما احنا راضين باللي تبينا بس قولي لنا ليش؟ احنا بحالة حرب يا بنيتي. حرب؟ حرب شنو مع من ومتى ليش؟ ودو مو وقت أسئلتك البايخة. ضحوك. يما علمينا ايش صاير؟ الجيش العراقي دش حدودنا الشمالية. أنا ما أدري هذين ايش يبون فينا. يا ربي الله معطيهم الخير والنعمة. ماي عندهم، خضرة عندهم، زراعة يزرعون ويفلحون. ايش يبون فينا؟ يمكن طمعانين بالنفط يما. يما حتى النفط عندهم. علي ايش دراج يما؟ لا يكون تقرا من وراي. الله يهداك يا لطوف، أنا عابلة أشوف قدامي عشان أقرا. علي ايش دراج؟ أنا أقول لك ايش دراني. أبوك الله يرحمه ذاك الوقت يوم كان بشبابه بعز شبابه وانا بصحتي كان ياخذني البصره نروح هناك نشوف خيرهم ونشوف اراضيهم ونشوف ديرتهم الحلوه حتى نفطهم انا شايفته بعيوني. تزامنا مع العدوان الغاشم على مركز الصامته قام وزير الدفاع الشيخ سعد العبدالله الصباح برفع درجه الاستنفار بالجيش الكويتي وتكليف قواتنا المسلحه باستعاده المركز، وبالفعل تحركت فور هذا التكليف قوه من مدرعات صلاح الدين مع سريه من المغاوير باتجاه المركز تساندها طائرتان حربيتان وتعاملت مع المعتدين. وقد وردنا منذ قليل أن قواتنا الكويتية الباسلة تمكنت ظهر اليوم من تحرير المركز ومطاردة الغزاة الذين انسحبوا مدحورين. وقد قرر مجلس الوزراء ما يلي: أولاً إعلان حالة الطوارئ في الكويت، ثانياً إغلاق الحدود مع العراق، ثالثاً إغلاق مكتب وكالة الأنباء العراقية. حفظ الله الكويت وأدام قواتها المسلحة درعاً وسيفاً لهذا الوطن. هنا الكويت. ما تكون ويا الجيش اللي حاربه. هذا الخبر اللي يجبد على الشارب. كفو والله عيال الكويت كفو. رد سريع وساحق في اقل من 10 ساعات. نعم، ما اخذ بالقوه لا يرد الا بالقوه. قرار وفعل الواحد يفتخر فيه. سريه مغاوير وكتيبه مدرعات وطيارتين رجعوا الحد، لا ولو بغوا كان دشوا حدودهم. عدل. احسن ما في العمليه اللي صارت المفاجأة والسرعة والسرية. وهذا يفسر التكتم الإعلامي اللي اتبعته الحكومة. أنا بالنسبة لي قرار إغلاق الحدود ونشر الجيش الكويتي على طول الحد الشمالي قرار يبعد الخطر. الحين انتهاء من المشكلة سياسيا. تدرون ايش خاطر الحين؟ إني أسمع إذاعة بغداد شو يقولون. من رخصتكم يا جماعة. فما الله. بيتكم بعد هذه السالفه الحين صرنا احنا المعتدين عليهم. اي والله طقني وبكى وسبقني واشتكى. اي وش علينا منهم؟ خلي يقولون اللي يقولون، المهم ردينا ارضنا. لا يا ابو سالم، هالنوعيه من البيانات يدل على انهم ناويين على خطوه سياسيه عدائيه. صدقت، بس انت تتوقع ان الكويت تمشي عليها مثل هالحركات هذه؟ شوف انا كل اللي يهمني الحين ان الكويت أثبتت إن عندها جيش قوي وقادر على حمايتها والرد على كل معتدي.
توقعت اني احصلك هني. حمد انا كلش اسف اعتذر. تعتذر على شيء انت مالك ذنب فيه؟ ماني ذنب هذا بس. نظام يا فاضل حتى انت كنت متضرر منه. ونصيحه اترك عنك الاحساس بالذنب. اخ يا حمد شيء غريب انت متضرر وتواسيني شو ما تريد احس بالذنب. عفا عفا يا فاضل احنا اخوان واي تهور سياسي لا يمكن ياثر على اخوتنا. وأنا أقول لك روح البيت وأنت مطمن ولا واحد فينا راح يحاسبك على فعل مو فعلك. شكراً لك يا حمد. حبيبي يا فاضل. حبيب كل اللي أتمناه الحين هي الصيف بسرعة عشان سافر لبنان وأشوف شيرتي. بس أمي كأنها ملزمة هالسنة نروح لندن. هذا اللي مخوفني. وأنا سمعت أمي وضحوك بيحاولون يضغطون على أبوي علشان نروح نصيف بلندن. ما أدري ما أدري. الله يستر. الو ادري ايش اقول لك خطاكم السوء ولا مبروك النصر. انا احب طاري النصر اكثر ولا انت تشوف شيء ثاني؟ انا من غير شوفتك عيوني نسيت معنى الشوف. اصبر نفسي كل يوم اقول الصيف قرب وبترتوي عيوني بمطر شوفتك. يا خوفي صيفنا يصير نفس كل صيف لا مطر فيه ولا خيم. ود ايش قصدك؟ انا خايفه ما اروح لبنان هالسنه. امي ودها تصيف بلندن. حتى لو رحتي لندن ما في شيء بعيد على الطيارات ولا في شيء يصعب على محب مشتاق. كلامك يخليني اتفائل. اصلا البشر ما يملكون بمستقبلهم غير التفاؤل. موضي حطيتي كل الشيل؟ حطيتها يا ام عبد الله. ما نسيتي شيء؟ ولا شيء، كل شيء ذهبته وحطيته بصناديق الشيل. والبهارات؟ حطيتهم. الله الله مو تنسينهم واللي يسلمك. لا تحاتيني يا ام عبد الله، كل شيء ذهب. زين انا بروح السوق بشتري صوايغ حق ام سليمان وغاده وامها، تبين شيء وانا جايه؟ ابي سلامتك. يلا مع السلامه. مع السلامه. يا رب واحنا هذه حالتنا قبل كل سفره. يا ماموضي. هلا يا بنيتي. ابيك تحنيني. وتغني لي اغنيتك مالت الحنه مثل ما كنتي تسوين قبل السفر واحنا صغار. حاضر من عيوني. ويا بعد عمري عمرك يا ود. صدق لا قالوا ود يعني الفهاميه والسنع. يلا تعالي. يا حنه حنيني طول شعر راسي زيني ايديني يا حنه يا خضره بالطاسه سودة وبايدي حمرة يا حنه يا طيبك خنينه الريحه
زيني من زينك يا حنة يا خضرة بالطاسة سودة وبإيدي حمرة يا حنة يا طيبك خلينا في الريحة زيني من زينك كل عام وانت بخير وانت بخير يا أحلى أخ بالدنيا وأنا وين هديتي؟ عيد ميلادي أنا وبعد تبغين هدية؟ ها؟ هذه هديتك مشكور ما تقصر كل عام وانت بخير بخير الا وش ناوية تسوين ليلة؟ ولا شيء طيب ليش ما تسوين حفلة صغيرة هنا في البيت؟ ولا روحوا مطعم؟ إيه حفل هنا بلبنان؟ ما عندي كثير صديقات في لبنان الآن حفل بست بنات ما يصير ست بنات كلهم على قلب واحد أحسن من مية بنت ما يحبون بعض اي والله ما احب صادق خلينا نسوي حفله منها نتجمع ونغير جو اي والله اعزمي لولوة ود وخواتها ونبسطوا ود حاضر يا محب الحين اروح عند ود واعزمها هي وخواتها يما أنا كل ما أشوف هالبنتين عندنا بالحديقة ينقمت قلبي وأحس بتصير مصيبة وانتش حق الحين قاعدة توسوسين أنا أبيهم يكونون عندنا هني بالبيت علشان خواتك لا يطلعون وياهم برا وايد أحسن كذي هم صح على الأقل قدام عيننا ولا من ورا ظهرنا لا إله إلا الله عبد الله خير يبي لي بيالة شاي لو سمحتي إن شاء الله أنا جاي أعزمكم على عيد ميلادي متى؟ اليوم اليوم متى وجدت تكلمين؟ بصراحة ما كنت ناوي أسوي حفلة لأنه ما عندي كثير صديقات في لبنان أخوي محب هو اللي قال نعزمكم أنت ولولا ونسوي حفلة كل عام وأنت بخير حبيبتي وأنت بخير يا حبيبتي بس اليوم أسمعها منك عندنا في البلد إن شاء الله ما أدري جواهر يمكن صعبة ود الله يخليك حاولوا تعالوا خلينا نشاور امي وابوي بالاول ونشوف اذا ما جيتوا ما في حفل ليش؟ لانه بس انتوا المعزومين انتوا ولولوة واصلا ما يصير حفله بثلاث بنات لا تحاتون راح نجيكم خلاص نستناكم مع السلامه مع السلامه ها بشري كالعاده قالت بتشاور اول معناته جايه لان كل مره تقول بتشاور اهلها بعدين تجي مو شرط هذه المرة غير يا محب إيش قصدك؟ يمكن ما تجي؟ يمكن هذه المرة عزيمتي لهم جات متأخرة كان البنت ما عندها وقت تستأذن أنت بعد غلطانة الله يهديك في بنت بالدنيا ما تخطط لعيد ميلادها بدري الحين صرت أنا الغلطانة أنا آسف لا 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 تتأسف أنا ما زعل عليك تدري يا محب وين المشكلة؟ المشكلة بأم ود وأختها الكبيرة شلون؟ شفت عمي أبو ود شلون عقليته متفتحة؟ أي والله عز الله إن عقلية حديثة أم ود وأختها ضحوك عقليتهم مثل عقلية جدة أبوي تركينا من أمها وأختها الحين في أمل إنها تجي دائماً في أمل دائماً قول يا رب هي الله يهداها متأخرة بعزيمتها متأخرة ولا مبكرة ضحوك لازم تخرب السالفة إنزين شو رأيكم نسوي مثل المرة اللي طافت إيه المرة اللي طافت عذاب وكل طلع عذاب ترى ملينا أنا أقول نعتذر من جواهر ونصك السالفة ود عيب نعتذر من البنية لا مو عيب هي عزمتنا متأخر بس أنتي تلاقفتي كالعادة ورضيتي صراحة أنا ودي نعتذر لأني حيل خايفة من ضحك بس بنفس الوقت ودي أروح هناك نستانس أنا أكثر واحدة فيكم أتمنى أن نروح لهم بس ما بي مشاكل ولا لي خلق أقدر خاطر أبوي الإحساس ما حد يعرفه إلا اللي شايل على كتوفه نجوم اشرح لي اياه يمكن افهمه لما يعتدون على ديرتك وتلقى نفسك مو مع اللي دافعوا عنها تحس انك مالك لازمه وانت ليش ما شاركت بالصامته ظاهر غلطتي اني تعلمت وايد اشياء حطوني مدرب والمدرب ما يشارك بالحرب
مو هذه العسكرية اللي تقول عنها اللي الكل فيها مرؤوس؟ صح كلامك، بس أنا شايف فرصة ثانية مستحيل أطوفها. شنو هي الفرصة؟ بعدين بتعرف. يبا أبي أكلمك. يبا تفضلي تكلمي، ماكو حد غريب؟ جواهر عزمتنا على عيد ميلادها اليوم. ايش رايك يا ام عبد الله؟ والله يا ابو عبد الله اذا تبي رايي انا اقول لا.